يعني لو يجتمعون تكون بينهم سوالف حوارية نقاش شيء راح يطلع المشاهد بفائدة ما يعرفها يا أخي. لا تبخلون علينا يا أخي. شدوا. طيب فهد جاهز معنا؟ فهد جاهز فيكم في الشروم؟ سامعني إعداد؟ الدنيا شرقت. ها؟ الدنيا شرقت. فهد القحطاني. صباح الخير يا فهد. يا مرحبا ومازل صباح النور. شلونك يا فهد؟ خير أنا أبشر. فهد إحنا شفنا أمس ليلة صعبة وما نلومك في أي مشاعر، لكن أنا عندي تساؤل على بعض التصرفات بس. تفضل. على تصرفك مع عايض بعد الخروج، إنك أنت رفضت إنه يخرج أو إنك كنت بتطلع معه، هل صحيح هذا الكلام؟ صحيح. ليش يا فهد طيب؟ والله يا طويل العمر والسلامة إحنا بنانا الطموحات سوا، دخلنا مع الباب ذا سوا. ومن أول ما دخلنا قلنا إن شاء الله نحن ما نطلع مع الباب ذا إلا سوى، وبالطموحات والنجاحات اللي حن طامحين لها وبنحققها. وطلع أبو محمد البارحة والله نحزننا ونهشحنا ونودي النثر على أثره، لكن عيوا خيانا وطلبانا ولا والله العظيم مع يا مجلسي فيها انهم عاد يسوى عندي مثل دي. طيب هذا طيب فهد هذه مشاعر لحظيه وممكن تستمر معك يوم او يومين. طيب فهد هل انت تشوف انها ممكن تاثر عليك؟ لبيه ممكن تاثر عليك في ادائك؟ نعم. خروج عايض. نعم. تفضل يا ابو فهد. صباح الخير. صباح النور يا مرحبا يا ابو مناحي. الله حيه. الله يبقيك تطول عمرك. وش يقوله شالح يوم في الابداع؟ يقول اخويا في الاخوان فلات من خلقته ما قال ذلك ودالي. الله يديم خوتكم ولا يفرقكم ويديم نجاحاتكم ومحبتكم يا رب العالمين. الله يقبلك يا ابو مناح. اخوك يوم طلع حملك مسؤوليه وانت جدها. اخوي وفرح قبل شوي يقول هل اثر فيك؟ اثر في وجودك في القناه؟ تقول انت نعم. لا تكفى يا فهد، شلها يا فهد. صح في شيء من الحزن، صح ان في شيء من الضيقه على خروج اخ مهم صديق ولا زميل ولا منافس، اخ واخو، لكن انت ماخذ من اسمك نصيب. انت الفهد، انت الفهد يا فهد. ابشر بسعادتك يا ابو مناح. اخوك حملك مسؤوليه وانت قدها. الا والله بشل البث، الا والله لي حضور، الا والله انا بمثل اخوي واهلي خير تمثيل. واخوي طلع يكمل مشوار برا وانا هنا اكمل. انا يا فهد صح ولا لا؟ صحيح يا ابو مناح. اطلس حجاجك، انا اخوك. اخوك ابو. انا اخوك. اي والله اخوي. ربعنا هنا ما يعني ما وصلهم شعورك بالشكل المطلوب او شعور مزيف. انا من هذا المنبر انا اخوك. يعني ما بكيك يا ابو مناح. انا اخوك يا فهد. اي والله اخو. ومن ما يفشل لاني فداك. انت فهد ولك من اسمك نصيب. انت الفهد يا فهد. ابشر بسعادتك يا ابو مناحي وطلق احجاجك يا ابو مناحي. اول شيء جعل عمرك طويل، انت ان شاء الله ما مكسور، ما حد بحال لمحل عايض والله. لو تقول انا ويش بيدك ورجيك. اول شيء يا فهد صباح الخير. صباح النور يا مرحبا. قول يا الله واقول يا الله ان الله ما يذوق حزنه. قول امين. الله يقبلك. هذا الامر الاول. الامر الثاني طال عمرك فيه مثل اول يقولون صغير القوم شفراتهم خادمهم. انت الحين طال عمرك في ذا المكان، لو انه عايض نشدك هيا يا فهد بتشل البث وبتقدم رسائل وبتطلع عنا باسم ولا بتطلع عنا بتقولي بالله انا لها يا اخي سد منها الرجال. انت يا عايض حتى لو انها سؤال له لك من غير ابراهيم، قلنا يا اخواني واحد منكم يقعد واحد منكم يطلع، تدري ايش بيقول عايض؟ بقول يا فهد انت اصغر مني وانت لها، انا برخ صوب الشيبان وبسدك من اللي صوبهم طال عمرك، وانت الله يطول عمرك فيك كفايه. هذا الامر الثاني. الأمر الثالث ماني بلايمك إذا تأثرت في خروج عايض، لكن يا فهد بعيدا عن العاطفة اللي ما يحب أخوه ويتأثر علشانه ما في خير، وأنت إن شاء الله فيك خير. بعيدا عن هذا كله، أنت الآن بعيدا عن العاطفة نبغى الكلام عقل. هالحين أنت مخير بتقوم بما الله عطاك وبتسد لي محلة وبتأدي اللي عليك، ولا بتكسر عزومك وبتقول بطلع مع الباب؟ صلاة رسول الله.
عليه الصلاه الف. اول شيء عايض كفى ووفى يا سلام، وجمل وتجمل ولا قصر وسوى اللي عليه وقدم اللي عليه. اي بو يا، وجمل نفسه واللي وراه بعدي، واليوم هو راح وحنسد محله ونكمل اللي نقص. حي والله هذا العين، ونكمل الباقي ونقال هالله وان الله عشاء وراد ان نحقق النواميس والعلم الطيب والعلم الغانم. هذا الكلام اللي يضحك نابه ويفرحه. فهد انا ما احتاج الى الكلام هذا يا فهد، اللي في قلبك ما حد مداري به الا ربك. حتى عايض اخيك ولد امك وبيك والله ما يدري به. هذا الكلام اللي الشاشه تحتاجه والجمهور يحتاجه ومحبين فهد وعايض يحتاجونه. دلك الله يا رفيقي، والله ان الله اللي دلك. بعدي على الرد يا ابو حمود، وعسى الله لبيك. لبيت انا البارح يا طويل العمر والسلامه يوم اعلن خروجي عادل. ايه والله الذي لا اله الا هو الذي نفسي بيده، نودي اني فاديه بروحي وفاديه بنفسي، ونودي ان انا اللي طلعت، ونودي رجلي على رجله ذاك الليل البارحه، نودي اني قفيت مع قفايه حصان وذا الليل. لكن يا طويل العمر والسلامه عقب طلبت اخويانا، عقب كلام عايض، عقب ما برزت انا وياه وعطاني اللي في خاطره، ها خلاص انت ما عاد بالكلام ذا الكلام اللي البارح انقال الله انه ورد النواميس والعلوم الطيبه. ها خلاص، هذا الضحك اللي احنا نبغاه، وهذا الكلام احنا نبغاه، وهذا التلومس احنا نبغاه. تشجع ولد والله اللي كونك دم ولحم. اضحك اضحك يا ولد، انا بشوفك تضحك. كرب عجب كم كرب عجب كم مناح كرب عجب كنالك كنالك. يمكن بعض المشاعر اللي احنا مزيفة من قبل اخوياك، لكن انا اخوك ان كان مشاعرهم هي صادقة انا الصادق معك. جعلني افداك يا ابو مناح. هذا يطلق عليه الفهد، هذا فهد الفهد. انت فهد مراجل، انت فهد النسخة، انت الفهد. اضحك يا فهد اضحك. ما عليك زود يا ابو مناح، يا ابو مناح والله ما يفشل وجعلني والله ما ادم راسي. بس الله ياخذ عقلك انت وياه، بس الرجال شوي يفوت فك برقعه ويطير بس خلاص. انا والله ذا البنايد والله كنت محل العود عود، وانت كفو وهو كفو. كان يا مسلم الحار، كان يا سرجل ما للرفيق الا رفيق اهلي يعتاج، اما كذا ولا بلاش الرفاق. صدمته في الابراهيم صدمتين، الصدمة الأولى ظهور أخوه، الصدمة الثانية اللي ما يبي يوضحها ولا يبي يقولها المشاعر المزيفة اللي من قبل أخوياه لهم. بعضهم طال عمرك فرحان لكن ما ظهرها، وهو داري الفهد داري. ليه؟ لأن عايض وفهد قوتين ما يدخل بينهم لا حسود ولا حقود ولا فيهم حسود، لكن هذه المنافسه. والله ما عليك زودي يا ابو مناح يمشي بس عدل. عايض بعض الرجال ضحك نابع قال لي ذا الحين بنستلم فهد على الجنب، لكن الفهد فهد شرب عجب الفهد. اي اطلق احجاجك وانا فهد. حسيت بث انا. لا يا شباب اول شيء الله يعطيك العافيه يا فهد. فهد سؤال اخير بس، انت اخذت ساعه ما طلعت على البث، ليش وش السبب؟ بغض النظر انك حزين على عايض، هو من غير شر عليه هو طالع له هله، لكن انت قررت انك تخرج معه صحيح؟ نعم. ليش؟ طيب في قانون للبرنامج. والله الشيء لقد ينصخ وياك حالان، ما عدني بالله بشوف اللي يخص البرنامج ولا الشيء اللي بيلحقني البرنامج. ما عدني بدراجة يعني الغالي والرخيص يرخص له. انت عفت البرنامج وعفت المكان بشكل عام بسبب عايض انك تبي تطلع معه. نعم. بوضح حاجة. تفضل تفضل ابد كل المحور لك. من اللي طلع عليك ذا؟ من اللي طلع عليك يا فهد؟ عندك احد يا فهد في الكبش الروم؟ لا لا انا برد نيابه عن فهد. اتجه ابو مناح. شفت ابوي بتقول انت قراره اللي اتخذه البارح اثناء اعلان البرايم من خروج عايض لكل رده فعل، لكل فعل رده فعل، فهو منصدم وده انه هو بدال اخوه. هذه نقطه. الثانيه في شيء من الحزن. الثالثه هو جلس طال عمرك من البث لامرين، حزين ولكن تجلى الحزن، تجلى الامر عن فهد. شرب عجب يا ظهر فانا بسدنا بمحله هنا. انا لا راح عود بمحله عود. شرب جاعد وراح يعد يحط النقاط على الحروف. اللهم صل وسلم. لو انه بكره فهد والله لا يسمع مني ولا يقولها. لو بكره طلع عمرك فهد تدنى مستواه. لا وش بتقول انت؟ خلنا نقول ان فهد حصل عليه امر تدنى الرياليتي عنده وتدنى. وش مسوي ذيك الساعه؟ شوف طال عمرك ان شاء الله ما هم تدني
وإن شاء الله تشوفه إذا تدنى أمره فهو ما خيب ظن حن أول شيء خيب ظن عائض وهم هم خيب ظن عائضا فيه شرب شاعر قبل شرب شاعر الثانية يا أبو حمود هذا قلت لك كان الفهد هذا راح يقاتل إلى الرمق الأخير شرب شاعر راح ينافس إلى الرمق الأخير راح يحط الريقين اللي يبون مطيحة بيقول لا أنا الفهد لا غاب أخوي فأنا حاضر شرب شاعر شرب شاعر وعوي عواذيب روح يا بعد ما عليك انا اطق احجاجك يا ابو مراحي وانا بعد اطق احجاجك من هذا المنطلق انا من جمهورك انا من جمهورك يا شيخ يعني ما بكيك يا ابو مراحي لكن من حقي عليك انا كجمهور وكمحب لا تغيب عنه يعني افداك من طلاقات راسك يا ابو مراحي الله يعطيك العافيه يا فهد ان شاء الله ان نتطلع لاداء افضل منك في الايام الجايه وان شاء الله انك تكون تقوم بمقام أخوك لو كان حاضر معك وأنت إن شاء الله أنك مطلق شكراً شكراً لك يا فهد عندك شيء تبي تقوله عطونا فهد عندك شيء تبي تقوله يا فهد إيه نعم عندي أنا حسيت أن عندك شيء تبي تقوله تفضل هم يقول شو اسمه صالح أبو حمود يمكن يتدنى مستوى ولا الريالتي محمد مناحي يقول قد سماني الفهد وقال الفهد وإن شاء الله إن الله راده إنه خلينا به يضحك وإنه ورده النواميس وان يا حقو تنحقاها والله اني اصلى وسلامي عليك يا ابو مناحي يا ابو مناحي حبوا لي على خشم ابو مناحي حبوا لي على خشمه بصدق لب قلبك وقلبي بيك شكرا شكرا يا فهد الله يحفظك يا فهد يا جماعه يا جماعه ابو حمود انت يعني تتكلم عن صدمه الرجال البارح فيه صدمتين يا ابو حمود يا ابو مناحي الرجل هذا نتفق يا جماعه هذا اخ مو هو زميل والحاجة الثانية ردت فعل الشباب المزيف المصطنعة يا ابو مناحي احنا يكفيكم فزعاتهم على التصميم فزعة التصميم طيب يا ابو مناحي اول شيء ترى المتسابق يحتاج الكلام الايجابي الفعلي بقدر ما انت اعطيته المفروض تدعمه انت شفت على الصدام لا الحين الادمي طال عمرك شلع بالخضيرة انا خلني احول حق سعر الصدام الرجال يا ولد باقي شيء يطير ابي ارجع لكم جهزوا لي ريان الساهري فيكم في الشروم عشان نرجع للتحليلات بغيت انطلق الترتيب اي والله عينك يا ابو مناحي يسعدك يا اخوان انا يا اخوان اذا وصل الامر انت لحظه اولهم الوالدين الاب والام يا سلام ثالثهم الاخ ما في عيض عوض هذا يقول الاول لا فقدت لك اخو والله يجعل اخواننا واخوانكم الحي منهم يطول بعمارهم والميتين الله يرحمهم الاخوان يا اخوي ما له عوض ما بالك في منافسه ما بالك في قريه ما بالك تحت سقف واحد يا اخوان في شيء هم ما راح ان شاء الله لشر ولا راح من امور الدنيا اللي بهب علينا ولا على المسلمين راح لاهله ولكن كونه كان يتنافس ويا اخوه تحت سقف واحد تحت هذا الكيان يتنافسون ويتبادلون الحوار ويوجه اخوه لسبيل على الاقل ضامن له شخص ضامن انت تقول صراحه انا ضد التنافس بين الاخوان في برنامج ثانيه وهذه سياسه من سياسه البرنامج انه يمنع دخول الاخوان ليه عشان المتسابق ياخذ الحريه الكامله في المنافسه يا اخي انا عايض وفهد لو وصلوا المكان بيقول له خذها الا انا باخذها بيجي فيها محاباه يا اخي بيجي فيها سلطان بيجي فيها عطاء لذلك انا ضد الاخوين وانا مع من وضع هذا القرار ان الاخوين ما يدخلون في برنامج واحد بيجي فيها ترى حتى في المنافسه ما راح يجيها بشكل مطلوب فخلنا نقول انا اتفق معك يا ابو حمود بحكم انك مستشار وعضو من اعضاء مجلس الاداره اتفق معك كلامك سليم وصريح لاني ما اقدر حتى يا اخوي من الشيب ما اقدر اتعدى اخوي الكبير حتى في الحكم اي والله ما اقدر اتعدى هذه وجهه نظر تحترم لكن تدري ان الفهد الان من هذه الليله ومن هذا المنطلق انه سوف يتجلى وبنزل لوح في القطره بيتجلى الحاله لوح في القطره باذن الله جاهز ريان جاهز